هشام، لو فيه مباراة بين الهلال والنصر، ولا بين الأهلي والاتحاد، وقالوا لك حكمي، ولا مثل مباراة الهلال الأخيرة اللي أصيب فيها الحكم وما في وأنت حاضرة وما في إلا أنت، وقالوا حكمي، تحكمين؟ أكيد طبعا، لكن كحكم من أهم الأشياء لازم أكون دارسة الفرق إذا في بينهم مشاحنات سابقة، حتى اللاعبين لازم يكون عندي خلفية هذا اللاعب أسلوب محليا، يعني أحب الفرق كلها، كل فريق لي خصلة. هذه إجابة دبلوماسية. لا والله حقيقة كل فريق من فرقنا المحلية لها جانب إيجابي جدا كبير، بالذات حاليا أنا أشوف الهلال صار مصدر فخر لنا، بيحقق نجاحات، وأتمنى الفرق الثانية تكون يعني توصل بهذا المستوى وتنافسه كمان. يعني تشجع الهلال؟ لا يعني احب الهلال، لكن انا ما اشجع فريق معين في طيب يعني الان كان عندك اشكاليه الرخصه طبعا، وانت يعني شغاله الان، حتى الاتحاد السعودي دعمك او سيدعمك وعدك بالدعم في موضوع الحصول على الرخصه؟ الاتحاد السعودي يعني بدأ في قبول في هذا الموضوع، انه تمكين المرأة في الجانب الرياضي، زي ما انت عارف الرياضة جزء لا يتجزأ من حياة الانسان، ولكن بنفس الوقت عشان احنا نحقق رؤية سيدي محمد بن سلمان، انه احنا كمان نتطور في عالم الرياضة، نتطور في الجوانب الرياضية وننافس. جميل. طيب يعني الان لنفترض انك حصلت على الرخصة، ما عندنا دوري نسائي، يعني يمكن في جدة تجربة الظاهر بعض الأندية والفرق النسائية، أنت في جدة طبعا. أيوة. يعني لكن مش موجودة يعني بنطاق عام، هذا ما يمثل بالنسبة لك يعني تحدي قدام؟ أكيد طبعا، لأنه أمانة أنا كنت في هذه التجربة حقت جدة، وشفت بعيوني كيف في مواهب، في رغبات، في شغف، في قدرات جدا عالية من البنات انه هي تقدر تكون، لكن الشيء الوحيد اللي ناقص الدعم والاعتماد، وانه نكون كسيدات تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم. هذه خطوة احنا نتمناها تصير، لانه من دونها حيفضل يعني تطويرنا على المستوى الشخصي، احنا لا، احنا نبغى نتطور، نبغى نشجع الاجيال اللي حتجي مستقبلا، انه في هذا المجال يعني زي الجامعات برا والمدارس، الطالب الموهوب رياضيا واللي يشتغل على نفسه يقدر يحصل على المنحة. طيب يعني طيب في عندنا اقرت مثلا حصص الرياضه في مدارس البنات، هذه تشوفين يمكن تفتح فرص بالنسبه لكم، يعني او قد تحفز حتى غيرك يدخل في مجال التحكيم؟ اكيد طبعا. ليه؟ لانه سابقا ما كان في التوجه الرياضي في المدارس، الان بدات تفتح هذه الاشياء ويصير في اشياء يعني مخصصه للرياضه، زي الان كمان جامعه جده فتحت كمان يعني قسم للرياضه للطالبات، بحكم ان هم يقدروا يدرسوا الرياضه دراسه، مش بس يعني هوايه ولا حب لها. فانا اتوقع انه كبدايه احنا بنمشي بالطريق الصحيح انه احنا نوصل، لكن ما زال نحتاج الدعم. لازم يكون في منشآت تدرب، منشآت تعتمد الفرق، منشآت تبدأ انه الواحد يطور ويبدأ مع الفتيات عشان يقدر يوصلوا، لانه لازم يكون في تدريب، لازم يكون في اسلوب حياة مختلف، لازم يكون في اشياء تفاصيل دقيقة، اكيد في عالم الرياضة الرجالية موجودة.